جايين جلسة النقاش حول مادة الأحياء لميزانية بالرسم الإضافي المؤقت الوقائي من خلال النص على منح إعفاء من الرسم الإضافي المؤقت الوقائي للبضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية. يجدر التذكير أن الإعفاء من الرسم الإضافي المؤقت الوقائي أنشئ من أجل تخفيض قيمة الواردات وتشجيع الإنتاج الوطني، في حين أن الواردات في إطار المقايضة ضائلة وليس لها أي تأثير على الإنتاج الوطني أو على احتياطي الصرف من العملة الصعبة. تجدر الإشارة أن هذه المادة قد تم إثراؤها كذلك بمناسبة مشروع قانون المالية لسنة 2023 من خلال إعفاء السلع المستوردة من طرف مؤسسة مقيمة بالجزائر والموجهة لصالح بلد آخر في إطار مشاريع تدخل ضمن أنشطة التعاون، ذلك تعديل وتتميم أحكام المادة 112 من قانون المالية لسنة 2020. يهدف هذا التدبير إلى تعديل وتتميم أحكام المادة 112 من قانون المالية لسنة 2020 إلى توسيع أنواع المركبات التي يحق لها الاستفادة من الإعفاءات الجبائية المذكورة في هذه المادة، لتشمل المركبات ذات المحركات الهجينة التي تستخدم نوعين من المحركات، المحركات الحرارية والمحركات الكهربائية، وكذلك المركبات ذات المحركات الكهربائية. كما يتضمن هذا التدبير الترخيص بجمركة السيارات المستوردة في إطار الامتيازات الجبائية التي تفوق سعة أسطوانتها القوة المسموح بها، مع الدفع الجزئي أو الكلي للحقوق والرسوم المستحقة، وذلك من أجل السماح للمواطنين الجزائريين الذين يقطنون في المناطق التي تتميز بصعوبة التضاريس كالهضاب العليا والصحراء، الذين يحق لهم الاستفادة من الامتيازات الجبائية المذكورة في المادة 112 موضوع التعديل من استيراد سيارة تتناسب بشكل أفضل مع خصوصيات هذه المناطق، وكذا بهدف عدم حرمان المواطنين المقيمين في الخارج في بلدان نماجد السيارات المتوفرة فيها تفوق سعة الأسطوانات المسموح بها في إطار تغيير الإقامة من استيراد سيارة بمناسبة عودتهم النهائية إلى الجزائر.